مرحبا مرحبا بكم معنا في المباشر الاخر. اليوم تتواجدوا بالملعب الكبير في مدينه مراكش، المباراه تجمع بين فريق الكوكب المراكشي ونظيره النادي القنيطري، المباراه هدفين مقابل شيء لصالح الكوكب المراكشي. الآن الدقيقة 89، هارمة صفوف الجمهور المراكشي لفوز بعد هدفين. متابعي قناة سبسكرايب من نادي الكوكب المراكشي، عرض على هدفين قبل لا شيء. تبين أن المباراة كان ملعب كبير لمراكش، مقابلة تجمع بين نادي الكوكب المراكشي ونظيره النادي القنيطري، والنتيجة هدفين مقابل شيء لصالح نادي الكوكب المراكشي. Thank you.
غلطة. دقائق معدودة تفصلنا على نهاية المباراة. بين أننا تتواجد في الملعب الكبير في مدينة مراكش، مباراة تجمع بين فريق كوكب مراكش وفريق نادي القنيطري. النتيجة هدفين مقابل شيء لصالح كوكب مراكش، ويصلنا إلى بضع دقائق على نهاية المقابلة. حكم تعلن عن نهاية المقابلة بفوز نادي الكوكب المراكشي على نظيره النادي القنيطري بهدفين مقابل لا شيء. صفوف جمهور نادي الكوكب المراكشي فوزي بهذه المباراة. بروح رياضية كل هزيمة. كرومة تدفعنا عن المباراة نتيجة هدفين مقابل شيء لصالح كوكب مراكش. Thank you.
نادي الكوكب المراكش في تحية للجمهور. يروح رياضيا فريق نادي القنيطري يتجه نحو جمهور نادي القنيطري. كل فوز يروح رياضيا تشاهدوا بروح رياضية. جمهور يحيي لاعبي النادي القنيطري. بروح رياضية كبيرة. هذا بين الرياضة من قريبيتكم. فريق نادي القنيطري صامتا الى نهاية تحية المشجعين ديالو. كذلك فريق كوكب مراكشي فرحة هارمة مع جمهوره. كما قلنا لكم أن النتيجة هدفين مقابلين صارت نادي الكوكب المراكش. مباراة كانت بروح رياضية جد عالية. سمحلي يا خويا. روح رياضية جمهور كوكب مراكش يشجع لاعبي نادي القنيطري. Thank you.
شيء.